لا تزال قصة انفصال فرح الهادي وعقيل الرئيسي تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنه لم يصدر أي تعليق رسمي منهما بشأن هذا الموضوع. وفي جديد القصة، وبعدما كشفته الإعلامية الكويتية ميل عيدان عن قصتهما، ظهر عقيل الرئيسي منهارا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه نشر على حسابه الرسمي على سناب شات مقطع فيديو وهو يستمع إلى أغنية تامر حسني لو فعلا بتهمك رحتي بصوت زوجته بسمة بوسيل، وبدأ متأثرا وكأنه يستعيد ذكرياته مع فرح الهادي. أما أكثر ما لفت المتابعين هو أن فرح تجاهلت عقيل بالكامل، إذ أنه من خلال حسابها الرسمي على سناب شات بدت بغاية الراحة والسعادة، كما أنها شاركت المتابعين نشاطاتها اليومية وأبرزت اللوك الجديد الذي اعتمدته في شعرها منذ بداية العام الجاري. في السياق، كانت الإعلامية الكويتية ميل عيدان قد علقت من خلال برنامجها كشف حساب على خبر انفصال الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ميل عيدان أنها تواصلت مع أخت عقيل الرئيسي شيماء علي التي كشفت لها أن لا صحة للأخبار المنتشرة، مشيرة إلى أنها كانت تزورهم منذ 4 أيام فقط وبدا الوضع بغاية الهدوء. وقالت ميل عيدان أنه من الممكن أن تكون مشكلة عابرة لافتة إلى أنها تحصل بين أي 2 متزوجين. وكان خبر انفصال الثنائي فرح الهادي وعقيل الرئيسي قد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار المتابعون إلى أن السبب وراء الانفصال كان أن الفاشينيستا قد اكتشفت خيانة زوجها لها قبل حلول رأس السنة بأيام، وقد اتهمت بدورها ممثلة كويتية مقربة من عقيل الرئيسي كانت على علاقة به قبل زواجهما. فرح الهادي لم تتحمل ما قام به زوجها، إذ قال بعض المتابعين إلى أنها انتظرت عدة أيام قبل اتخاذ قرارها بالانفصال عنه لتعود وتؤكد ذلك من خلال نشرها صورا بمفردها في ليلة رأس السنة.